الف مبروك لانك كسبت معانا، وزي ما انت شايف صورتك اهي انت بقيت الاول على كل اصحابك. مبسوط؟ مبسوط. ومش بس كده، ده في مفاجاه تانية كبيره خالص. هتاخد الارنب مشمش ده هديه، لان هو مش ارنب عادي، ده ارنب وبيتكلم. ماشي. تحب تكلمه وتتعرف عليه؟ ماشي. قول له ازيك يا مشمش. ازيك يا مشمش؟ ازيك يا صاحبي؟ ايه ده بيتكلم؟ ايوه. كلمه بقى. ماشي. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ والله في نعمه والحمد لله، جيت من الشغل تعبان شويه فقلت اريح. ماشي. يلا نبتدي. واحد اتنين تلاته. دلقتي عصير كلك ولا لسه في تاني؟ يا رب بس ما يشوفنيش. اعمل ايه؟ انا خلصت. ايه ده؟ ايه؟ انت اللي كسبتي. انا اللي كسبت. انت غشاشه. انا شفتك وانت بتدلق العصير في الجرده. دلقت العصير؟ لا. هو بقال لي ده كداب. لا يا ابني، دي عايزه تكسبك فدلقت العصير. عايز عصير؟ اه. هدلقه فين يعني؟ مفيش حاجه ادلقه فيها. ادلقه فين؟ على الارض؟ في الجردل؟ أي. لا مفيش جردل، مفيش جردل، مفيش جردل. ما تخ... الجردل. لا ده لقيته فيه. اوعى تسيب حقك. ماشي. وانا اللي كسبت. لا انا اللي كسبت. انا اللي مخلص. لا هو انا شفت الجردل. انت ما شفتش حاجه. مفيش حاجه. لا انت ما شفتش حاجه. ماليش دعوه، انا اللي كسبت. ودي العصير ده هناك. مش هي رميته؟ لا هي رميته. طب خلاص بقى، ما تزعلش مني. تعال نعمل تحدي تاني. ماشي ماشي. يلا تحدي الحلة السحرية. يلا غمض عينك. جامد. الأكل اللي أنا بحبه؟ افتح بقك بقى. افتح بقك جامد. يلا. ها. مخلول. لا. لحمة. افتح عينك. لحمة. افتح عينك. افتح عينك. هي لحمة. ها؟ لحمة. تحبها؟ ايه لا. تحب المكرونة بس؟ طب بس أنت بتاكل اللحمة أهو، طعمها عاجباك. أيوة. دي أحلى من اللي هي بقى فيها دهون. يلا غمض عينك تاني. افتح بقك جامد. ايه؟ لا دي فيها دهون. ايوه دي اللحمه اللي فيها دهون اللي انت مش بتحبها. ايوه صح؟ ايه رايك بقى في طعمها؟ وحش. التاني احلى. دي وحشه؟ بس انت برضو عرفت طعمه. وما طلعتش وحشه اول زي ما كنت فاكر. شفت بقى ان انت كنت ظالمها؟